مبروك لكل تونسيين وتونسيات. شكرا صداع. يعيشك بارك الله فيك. سيده لبنى، بالنسبه للفصل 97 اللي هو اخر فصل توا تم النقاش حوله حتى التصويت، انت كيفاش شريته، كيفاش تفاعلت معاه، كيف تعاملت معاه؟ هو اللي هذا الفصل اللي كان اخر فصل نظرته فيه. الفصل هذايا الفصل الاضافي هو يعني بعد 97 يعني احنا زدنا فصل في لجنه التوافقات، كان فصل هام جدا. خلينا نعطيه فقط معناها بصفه وجيزه الفلسفه اللي قامت بها في الدستور غره جوان. نعم. كان عندنا رئيس جمهوريه منتخب من الشعب، ولكن كانت الصلاحيات اللي عنده كانت صلاحيات مشاركه في السلطه التنفيذيه بالنسبه لمجالات الدفاع والامن والخارجيه، هذه بتشاور مع رئيس الحكومه، فدائما السياسه العامه للدوله هي تحت رئيس الحكومه. ورئيس الجمهورية ما كانتش عنده صلاحيات الرقابة والتعديل كما نموذج مثلا البرتغال. فإذا كان ثم أزمة سياسية، شكون عنده إمكانية حل؟ المجلس اللي هي معناها كرقابة على البرلمان. احنا كلها معناها توازن بين السلطات، احنا الحكومة يراقبها رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية هو نفسه إمكانية أنه إعفائه من البرلمان، ولكن البرلمان شكون يراقبه؟ شكون يراقب التشريعات اللي تخرج من البرلمان؟ لهنا زدنا حاجتين وكانت منبثقة من لجنة التوافقات وهامة. أولا لرئيس الجمهورية حق رد المشاريع، أنه مشاريع تخرج يصادق عليها المجلس البرلماني الجاي حتى بأغلبية مطلقة إمكانية أنه يردها ويقول هذه لا أوافق عليها ولهذه الأغراض، وتمشي إلى ترجع المجلس بمصادقة بأغلبية أكبر من ذلك. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية وهذا الفصل اللي صوتنا عليه، إمكانية رئيس الجمهورية أنه في حالة أزمة وفي حالة أنه معناها حتى ائتلاف حكومي مرفوض او ازمه سياسيه وانه التشريع معناها المسار التشريعي مش ماخذ المسار اللي يلزمه ياخذه، في هذا الامكانيه عنده رئيس الجمهوريه انه يقوم كانها بلائحه لوم للحكومه، يعني كانه باش يعفي الحكومه، وبعد ذلك اذا كان وصل الى ذلك انه امكانيه حل البرلمان. وانا نحب نذكر انه الفتره اللي مرينا بها سابقا وهي فتره ازمه، لو كنا في مسار ديمقراطي، لو كان عندنا دستور ولو كانت عندنا هيئة مستقلة للانتخابات، راهو كانت الأزمة السابقة كانت معناها تهزنا إلى حل البرلمان. ولكن احنا في وضع استثنائي ما كناش نجموا ندعيوا الى انتخابات مسبقه لانه لهيئه الانتخابات مش متكونه، ما عندناش دستور وهو مجلس تاسيسي، لهذا كانت هذه الازمه اللي يعني وكبناها بالتوافق السياسي وغيره. ولكن يلزمنا اليوم عندنا حلول دستوريه مش معناها تاويل لاي ما، لهذا اليوم في الدستور انه في حاله هذه الازمه او ان شاء الله ما تتكررش، ولكن معناها تنجم تكون في أي مسار من مسارات من البلدان الديمقراطية مرت بها، لرئيس الجمهورية لأنه منتخب من الشعب أنه هذه الصلاحية هي، ولكن معناها مش باش يقيم، التقييم سيقع بطلب من المجلس أنه إعادة الثقة في الحكومة، وإذا كان ما لقاتش الأغلبية الحكومة هذه للتصويت عليها إمكانية حل المجلس، وهذه أهمية رقابية. احنا ما نحبوش نرجعوا للديكتاتورية، نحبوا أنه كل سلطة عندها شكون يراقبها، عندها ثم تعديل وتوازن بين السلطات باش ما ثماش سلطة باش تهيمن على الأخرى. نعم. لهذا رئاسة الجمهورية هي سلطة، المجلس التشريعي هو سلطة، رئاسة الحكومة هي سلطة تنفيذية، فلهذا كل هذا يلزمنا معناها تعديل بين كل هذه الصلاحيات وهذه آليات لعدم هيمنة أي منها على الآخر. والله وللتوفيق من جديد. نعم. بعد ما احنا حمدنا ربي اللي غادرناها وفارقناها، وإن شاء الله يكون فراق للأبد، ما نرجعش للديكتاتورية.